بالنسبة للتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم مع افتتاح البطولة الآسيوية هنا والتي تضم 16 منتخب من القارة آسيا بالإضافة إلى قارة أوقيانوسيا، بطولة فيها منتخبات من أقصى الشرق من أقصى الجنوب وأيضا من الشرق الأوسط، بطولة تضم مختلف الأعراق واللغات والبلدان، لكن يجمعهم شيء واحد، عشق كرة القدم. ولذلك نتوقع أن نشاهد وإياكم بطولة رائعة. قبل انطلاقة المباراة مع النشيد الوطني لعمان. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. بداية أحداث اللقاء يبحث عن زميله، يمر ويلعب كرة بينية، كرة طولية من الحارس، مهند علي، كرة خط يسدد الكرة، أي حارس مرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. أفقد الخصم التركيز التوازن، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة بين والتسديد. توقيت مبكر، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. محسن غساني يلعب كرة على اليسار، يتدخل بنجاح يحصل على، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، تقف الهجمة هنا، مهند علي، تمرير هام، يلعب راس، والكرة تعود على الشباب،
مباراه هذه المباراه تقريبا يمكن القول انها في اتجاه واحد. على الطاير، محاوله جيده لكن هدف ضيع الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. علي عدنان، قد تكون هذه فرصته، لمسه بينيه. رحيم الكفاج، علي عدنان، يلعب كرة على اليسار، يلعبها لمنطقة الخطر، يبحث عن المهاجم، ينجح في قطع الكرة، تسديدة في اتجاه المرمى. تصدي غير عادي من حارس المرمى. يا له ويا له من تألق ويا له من حارس المرمى. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. الكرة ملعوبة من مسافة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. الشوط الأول أداء كبير في شوط المباراة الأول، ضغط كبير، تحجيم لخطورة الخصم أيضا في الملعب. يعرفون الآن كيفية التعامل مع مباراة بشكل ذكي بشكل رائع بطريقة ناجحة. في أول 45 دقيقة أعتقد راح يحاول أن يستمر بنفس هذا النهج في الشوط الثاني. إلى شوط من المتعة المنتظرة. حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد كان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. ضغط قوي وينجح في استعادتها. هجمة مرتدة الآن. قراءة ممتازة من الدفاع. يحاول أن يلعب كرة بينية. محسن الغساني، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. يتدخل ويقطع الكرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. فرصة هجوم.
رحيم الكفاجي، كرة إلى الأمام، أداء دفاع قوي جدا، يبحث عن المهاجم، عادت الكرة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرة، نعم يلعبها إلى الحارس رحيم الكفاجي، كرة طولية إلى الأمام وترجع علي عدنان، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعبها إلى منطقة الجزاء، الآن فرصتهم للمرتدة، اعتراف في بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية، إذن لا يوجد ما هو أفضل من الفوز في المباراة الافتتاحية، هذا الأمر يمنح الفريق الكثير من الثقة، يرفع من معنويات اللاعبين ويجعلهم في تركيز